أسهم شركة دماكا في سوق دبي المالي، وأيضا نستفسر يعني في البداية، هي طريقة مختلفة نوعا ما عن باقي الاكتتابات، يعني يتم اكتتاب بالأسهم ثم يتم إدراجها، ولكن كانت طريقة مختلفة لشركة دماك، يعني هل لك بتوضيح ذلك؟ يعني شركة دماك دائما مختلفة، دائما سباقة في أمور جديدة. ما في شك نحن السنة الماضية أو سنة 2013 اشتغلنا على الجي دي آر، ونزلنا الجي دي آر في سوق لندن الأسواق المالية، وما في شك بعد ما نزلنا في سوق لندن السنة هاي نزلنا في سوق دبي حتى نعطي فرصة للمساهمين يتداولوا أسهمهم في سوقين. ومن يعني من حسن الجيد أن أكثر من 90% من المساهمين اليوم اختاروا بإنزال أسهمهم بسوق دبي، وأعتقد هاي علامة جيدة تدل أن الإدارة كانت عارفة هدف المستثمرين والليكويديتي بالسهم. طيب يعني هل هي فترة مناسبة لإدراج الأسهم، بالأخص أنه أسعار النفط بانخفاضاتها تؤثر على جميع الأسواق، وبالتالي شاهدنا كثير من الانخفاضات على إن كان الأسهم الخليجية أو الأسواق الخليجية والأسواق العالمية، يعني كيف تقيمون هذه الفترة بالإدراج؟ أنا أعتقد سوقنا جيد، السوق العقاري جيد، السوق المالي جيد، ما في شك السنتمنت عالميا على أسعار البترول. أنا أعتقد دول الخليج ما راح تتأثر، أن ميزانياتها أعلنت في السعودية وفي عمان وفي دبي في ميزانيات جيدة، فما شايف في تخوف من الموضوع هذا، وشايف في تخوف أكثر من اللازم، ونحن نؤمن بإداء الشركة وبالعمل في إداء الشركة. أما الأسواق فتأخذ وضعيتها وتأخذ حسب التذبذبات الأسواق. طيب بالنسبة لسعر دماك يعني درهمين 79 فلس، أنا سمعت من أوساط المتداولين هنا في الصالة بأنه السعر مرتفع نوعا ما، كيف قيمتوا السعر ولماذا عند مصيات الدرهمين 79 فلس؟ نحن لم نقيم السعر، إنما هذا كان آخر إغلاق في سوق لندن الأوراق المالية يوم الجمعة الماضي، فآخر إغلاق لسوق لندن، السوق قرر أن هذا السعر المناسب للشركة، وبالتالي افتتاح كان هنا على حسب آخر تسكير لسوق لندن. لو تتحدث عن مشاريع الشركة، هل مثلا من مشاريع جديدة ستقوم الشركة بالإعلان عنها، استحواذات من قبل دماك؟ ما في شك نحن الحمد لله عملنا نتائج جيدة السنة الماضية سنة 2013 وسنة 2014. نحن مبيعاتنا في سنة 2014 التسعة أشهر الأولى اللي أعلن عنها 8 مليار وكسور، أرباحنا 680 مليون دولار في تسعة أشهر الأولى، فنتائج الشركة جيدة. نحن ننظر لسنة 2015 أبدا تكون سنة جيدة، ما في شك بالنسبة لنا. ما بدك تعلن عن أي مشاريع عن طريق شاشة CNBC؟ لا، مشاريعنا ماشيين، نحن عندنا مشروع كبير هو الأكويا أكسجين، والحمد لله قاعد نبني في فيلل وتاون هاوسز، وعندنا مشروعنا في الأكويا الأولاني اللي أعلناه بجولف كورت ديزاين باي ترامب، المشروع الثاني اللي سويناه في أكويا أكسجين الجولف بيكون بديزاين تايجر وود، عندنا مشاريع في البزنس بي مع فارمونت، عندنا مشاريع مع فندي مع فرساتشي مع ترامب، فماشيين الحمد لله في، وعندنا مشاريع جاية في المستقبل في نفس منطقة أكويا أكسجين اللي هي الفيلل. طيب هل الشركة سياسة توزيع أرباح؟ يعني الآن أدرجت الشركة في أول عام 2015، هل سنسمع بعد مثلا انتهاء الربع الأول أو النصف الأول من العام الحالي بتوزيع أرباح على المساهمين؟ ما في شك هاي الأمور كلها بينضف فيها مجلس الإدارة في 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 جلساته القادمة اللي بيطلع نتائج 2014، وما في شك تعرفين أنت القوانين والأنظمة في سوق لندن وفي سوق دبي ما تسمح لرؤساء مجلس الإدارة بالإعلان عن نتائج معينة قبل ما يعلنها مجلس الإدارة وتعلن للكل بشفافية. لكن احنا عاد غير أقول في السابق أعلن أعطينا أرباح نصف فصلية 165 مليون دولار في شهر 8، أعلنها عن أول 6 أشهر ل 2014. يعطيك فكرة عن المستقبل. آخر سؤال لك سيد حسين، يعني هل على الشركة من قروض أو مديونيات لبنوك إن كانت داخل الإمارات أو خارجها؟ بالعكس، نحن ميزانيتنا قوية، وحسب ميزانية 2014 شهر 9 اللي أعلنت ديوننا 650 مليون دولار، بينما أصول الشركة أكثر من 4 مليار دولار. إذن المشاريع، إذا كان هناك مشاريع جديدة، من أين سيتم تمويلها؟ الشركة عندها ملاءة مالية كفاية، ونحن اليوم عندنا الحمد لله أكثر من 7 مليار درهم بالشركة كاش. أتمنى